أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ نشرة من الشأن الاقتصادي والمحلي، حيث أعلنت شركة أملاك الذراع الاستثمارية العقارية والمملوكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن مشاريع جديدة تختص بالإسكان والخدمات وإعادة بناء الأسواق المحلية التي تضمها محفظة الهيئة العامة للتأمين. جاء ذلك مشاهدينا في مؤتمر صحفي أكد فيه رئيس مجلس إدارة شركة أملاك عبد الرحمن فخرو حرص الشركة على تنمية محفظة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العقارية، إلى جانب تحسين الأداء الحالي من أجل زيادة العوائد العقارية وخلق ثروة مستدامة للهيئة. وكشف فخر عن تطوير مشروع The 66 السكني في منطقة أم الحصم، إضافة إلى دراسة تطوير مشروع ميراج بالمز السكني في منطقة الجنبية، وأيضا تطوير برج سكني متعدد الاستخدامات في ضاحية السيف. يشار مشاهدينا إلى أن شركة أملاك تتبع استراتيجية استحواذ لتنويع محفظتها من العقارات وتعزيز عائداتها، حيث استحوذت الشركة على مبنيين في عام 2016 بعائد سنوي قدره 9%. وطبعا تدعم عمليات الاستحواذ أداء الشركة المالي الذي شهد نموا مطردا في العام الماضي بلغت نسبته 70%. وتستهدف الشركة خلال الفترة القادمة الحفاظ على القيمة المضافة للمشاريع والبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة المجزية. وفي خبر محلي آخر، أعلنت مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها عن حصولها على موافقة بنك المغرب المركزي على تأسيس بنك جديد في المغرب. وسيتم تأسيس البنك الجديد باسم بنك البركة المغرب، وذلك بالشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا الذي تأسس عام 1959 ويتواجد في 22 بلدا. كما سيكون البنك الجديد تحت إدارة مجموعة البركة ويعمل ضمن شبكة وحداتها المصرفية المتواجدة حاليا في 15 بلدا. ومع توسعها الجديد في المغرب، تكون مجموعة البركة قد استكملت تواجدها في كافة بلدان المغرب العربي، حيث باتت تمتلك بنوكا تابعة في الجزائر وتونس وليبيا، علاوة على القارة الأفريقية في مصر والسودان وجنوب أفريقيا. يذكر مشاهدينا أن مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة $1,500,000,000، كما يبلغ مجموع الحقوق أكثر من $2,000,000,000. وطبعا للمجموعة انتشار جغرافي واسع في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 15 دولة مثل ما ذكرنا، حيث تدير أكثر من 700 فرع في قارتي آسيا وأفريقيا. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.